مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم. ما زلنا معا متواصلين ومستمرين في متابعة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وهذه العملية في الضفة التي دخلت يومها الرابع اليوم. آخر الأخبار تقول أصيب فلسطيني اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين، وقتل جندي إسرائيلي وأصيب آخرون في عمليات واشتباكات ضارية تخوضها المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث قام أيضا عدد من المستوطنين الإسرائيليين بمهاجمة عدد من المنازل في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. لمزيد من المتابعة نرحب اليوم في هذه التغطية بالدكتور وليد عتلم، الكاتب والباحث في الشؤون السياسية والباحث المشارك في المركز الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور وليد. نتابع معا مشاهدينا آخر التطورات من خلال هذا التقرير. في سياق الحرب الإسرائيلية الهادفة للقضاء على الوجود السكاني للفلسطينيين، تأتي العملية العسكرية التي يشنها جيش الاحتلال على مدن ومخيمات شمالية الضفة الغربية المحتلة. المحللون رأوا أن تلك العملية العسكرية التي قد تمتد إلى جميع مناطق الضفة المحتلة تعد الأوسع منذ عملية السور الواقي عام 2002، والتي تنسجم مع سياسات حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو التي لوحت مع بدء حربها على غزة في 7 أكتوبر إلى تهجير الفلسطينيين، بذريعة أنهم يشكلون خطرا وجوديا على استمرار مشروعهم الاستيطاني. وتوافقت قراءات المحللين أن العملية العسكرية الإسرائيلية تعد وجها آخر لخطة الحسم التي تهدف لتكريس المشروع الاستيطاني وفرض وقائع على الأرض تحول دون إقامة دولة فلسطينية وخلق بيئة طاردة للفلسطينيين لدفعهم للهجرة القسرية، إلى جانب الإمعان في ضم الضفة والأغوار إلى السيادة الإسرائيلية. يأتي هذا في حين أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن إقدام إسرائيل على اقتحام الضفة الغربية مؤخرا يلحق الضرر بإسرائيل نفسها وبأطراف أخرى. وأشارت الصحيفة البريطانية أن حرب إسرائيل على قطاع غزة شكلت انتهاكا صريحا لقواعد الحروب المعترف بها في النظام العالمي، وهو الأسلوب الذي لا تزال تنتهجه إسرائيل في مناطق أخرى من الأراضي المحتلة. وتقول قوات الاحتلال الإسرائيلي إن هذه العملية ليست عسكرية فقط، وإنما أيضا هي عملية أمنية بالأساس، وفي المقام الأول هدفها هو القضاء على بؤر المقاومة الفلسطينية ومحاولة حصار واعتقال عدد كبير من مسلحي المقاومة. هنا السؤال دكتور وليد، هل ترى أن هذه العملية ضد الضفة الغربية تأخرت كثيرا، وكان من المفترض أن تكون هي المرحلة الأولى من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وليس قطاع غزة؟ نعم، هذا هو الاجتياح الأكبر كما ذكر التقرير منذ الانتفاضة الثانية عام 2000 وعملية السور الواقي عام 2002. هذا هو الاجتياح الأكبر من حيث العدد والعتاد العسكري الإسرائيلي على مدن ومخيمات الضفة الغربية في فلسطين. للمرة الأولى بتستخدم طائرات المقاتلة F-16 في العدوان استغلالا لما حدث أو يحدث في الحرب في غزة، وبالتالي هناك ذعر أو هاجس إسرائيلي كبير، هاجس أمني إسرائيلي كبير من أن يحدث مرة أخرى، من أن تواجه الدولة الإسرائيلية مرة أخرى 7 أكتوبر جديدة، لكن هذه المرة من الضفة وليست من قطاع غزة. هذا الهاجس مرجعه الرئيسي هو التطور النوعي في عمليات المقاومة الفلسطينية التي انتقلت من عملية أو مرحلة الدفاع عن المخيمات في الضفة إلى مرحلة الهجوم واستهداف أهداف ومصالح إسرائيلية داخل الضفة وفي الداخل الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي بيعلن عن إحصائيات عن 11 عملية عسكرية منذ 7 أكتوبر مصدرها الضفة ومخيمات الضفة، مقابل إجهاض 111 عملية عسكرية أخرى كانت تنوي الفصائل والمقاومة في الضفة القيام بها. الأمر الثاني أو الهاجس الثاني للعملية في الضفة أن المقاومة في الضفة ومخيمات الضفة لم تعد قاصرة على عناصر حماس والجهاد فقط، ولكن أيضا أصبحت هناك
مقاومة وفصائل مقاومة جديدة داخل المخيمات، يعني فصائل خاصة بمخيمات طول كرم، فصائل خاصة تحت اسم فصائل جبع، فصائل العرين، عرين السود. وبالتالي هناك تطور نوعي يعني خارج نطاق حماس والجهاد. كل هذا يثير الهاجس الأمني الكبير لدى الحكومة الإسرائيلية، حكومة اليمين المتطرف. لكن بالعودة إلى سؤالك الرئيسي، نعم المستهدف كان في البداية الضفة وليس غزة. أحداث السابع من أكتوبر وهجمات السابع من أكتوبر على دولة إسرائيل هي من جعلت التركيز على غزة، وما تلاها طبعا من حرب وعدوان إسرائيلي غاشم على القطاع جعل التركيز على غزة وعلى مخطط التهجير القسري في غزة. لكن البداية كانت مع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في 29 ديسمبر 2022، الاتفاق الذي تم ما بين نتنياهو وأحزاب أقصى اليمين في إسرائيل، أحزاب الدينية المتشددة الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل، كان اتفاق قائم على الانتقال من مرحلة إدارة الصراع إلى حسم الصراع من خلال وضع رؤية لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء القضية الفلسطينية دون إنهاء الاحتلال. ولهذا أسأل حضرتك، هل كانت هناك مؤشرات على أن هناك بؤر قوية للمقاومة الفلسطينية في مدن الضفة الغربية قبل بدء هذه العملية، وتحديدا منذ عام 2022 كما تفضلت؟ هل يمكن القول أن عمليات التفجيرات واستهداف بعض سيارات المستوطنين في مدينة القدس العربية المحتلة وغيرها من المدن التي تحتلها إسرائيل، هل كانت هي المؤشرات الكافية أمام الحكومة الإسرائيلية عن وجود فصائل واستعدادات مقاومة قوية في الضفة؟ لا، يعني كان عمليات متواترة، وكان هدفها بالأساس الدفاع عن المخيمات من الاقتحامات الإسرائيلية المتتالية والاستهدافات الإسرائيلية والمضايقات الإسرائيلية المستمرة لسكان الضفة وسكان المخيمات. لكن بالأساس الاتفاق ما بين نتنياهو وتحديدا وزير المالية سموتريش، زعيم حزب الصهيوني الديني أو حزب القومي الديني في إسرائيل، كان قائم على خطة من أربع مراحل أو اتفاق من أربع مراحل. خطة اسمها خطة الحسم، تبدأ أولا بإثارة الفوضى في الضفة الغربية والمخيمات القائمة في الضفة الغربية، ثم إسقاط السلطة الفلسطينية من خلال الضغط عليها ماليا واستهداف البنية التحتية في القطاع. عشان كده هنلاقي أن معظم الاجتياح الحالي يستهدف بالأساس مخيمي جنين وطول كرب، لأن هم بيمثلوا الثروة الزراعية أو المصدر الأساسي للحصلات والغذاء للضفة والخليل، لأن معظم الأنشطة الاقتصادية منطقة الأغوار تحديدا نعم تقع في الخليل. ثم في المرحلة الثالثة نستهدف الحركة القومية الفلسطينية أو فصائل والمقاومة الفلسطينية أو ما يطلق عليها كما أشارت كافة البيانات والخطابات الإسرائيلية من استهداف لجيوب الإرهاب في الضفة. وهنا عودة مرة أخرى إلى سردية الإرهاب وأن إسرائيل تدافع عن نفسها في مواجهة الإرهاب الفلسطيني، رغم ما تم دحضه من هذه السرديات في قطاع غزة والحرب الغاشمة المتجاوزة لكل القواعد والحدود الأخلاقية ولكل قواعد القانون الدولي الإنساني. ثم المرحلة الرابعة والأخيرة، مرحلة التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة. وهنا يتحدث وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس عن تهجير مؤقت، لكنه ليس كذلك على الإطلاق. هي خطة ممتدة وخطة تستهدف التهجير الكامل لسكان الضفة، وعادة مرة أخرى سردية الوطن البديل للفلسطينيين سواء في الأردن أو في مصر. وهنا السؤال دكتور وليد، هل إسرائيل تملك القدرة الكافية على تنفيذ كل هذه الأهداف وكل هذه المراحل، خاصة مع الطبيعة الخاصة للضفة الغربية، سواء الطبيعة التضاريسية، التكوين السكاني، التكوين الديموغرافي لمدن الضفة، وكذلك مسألة تباعد المدن وحالة التشابك في بعض المدن وعلاقتها بالمدن الأخرى المجاورة؟
ما هو الهدف الرئيسي؟ هو التفريغ الديموغرافي لمدن الضفة كما حدث في قطاع غزة، تهويد وطمس الهوية العربية لكافة الأراضي المحتلة في الضفة، ثم الحديث عن أنه اللاجئين الفلسطينيين يظلوا مكانهم أينما كانوا أو أينما لجأوا، وأنه يعني لا حاجة للقدس لأن تكون عاصمة لدولة فلسطينية منتظرة، وأنه هناك فرض للسيادة الإسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية بما يعمل على إجهاض أي أمل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. لكن الخطر الأكبر في هذا السيناريو أو هذا المخطط هو أنه يهدم وينفي كل الاتفاقيات أو كل قرارات المشروعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية على مدار 75 عام، وبالتالي هنا بيسقط الركن السياسي والركن القانوني للقضية الفلسطينية. هنا تقف كل من، وهنا يجب التأكيد بقى على أهمية الطرح المصري والرؤية المصرية والتي يتفق معها الشركاء الإقليميين خاصة الأردن في الحل الشامل للقضية الفلسطينية، وليس بالتصفية على هذا النحو، وليس القضية حل يخص غزة فقط. أن الدولة المصرية تتحدث دائما وأبدا عن حل شامل لدولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 من يونيو 67، نعم، عاصمتها القدس، دولة مكوناتها الضفة وغزة والقدس، وليس حل منفصل خاص بغزة فقط. الدولة المصرية والمفاوض المصري كان يذهب بعيدا وكان يرى أبعد مما يرى الآخرون فيما يتعلق بالمخطط الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بالضفة. يعني صحت التوقعات المصرية مع خفوت، لكن بعض الخبراء كما تتابع حضرتك ويتابعون يؤكدون أن إسرائيل تستبق كل هذه المخططات أو هذه الردود العربية والمصرية بأنها ترسخ على الأرض بسياسة الأمر الواقع، نعم، مسألة تفتيت الأراضي، إقامة حواجز، جدران، مناطق عسكرية، حشود للجنود والمصفحات والعربات المدرعة، أبراج للمراقبة، وغيرها من إجراءات عسكرية عديدة تهدف في الأساس لتفتيت أراضي الضفة الغربية وتفتيت غزة، كما تتابع مثلا بالنسبة لمحور نيت سريم الذي يقسم القطاع. وهنا ما هو مستقبل الدولة الفلسطينية؟ أين هي الأراضي مكتملة الأركان التي تمهد لإقامة الدولة؟ هنا يجب الحديث عن الموقف الدولي وما يستتبعه من خطورة وتداعيات ما يحدث في الضفة الغربية بما يهدد بانتفاضة ثالثة هي أعنف مما سبق، بما يعني يمهد لجيل أعنف من المقاومة عن الأجيال السابقة من المقاومة. الأجيال السابقة من المقاومة هي أجيال يعني مسيسة نوعا ما، لكن الجيل الحالي وما شاهده من فظائع كبيرة تقوم بها على مدار الساعة جيش العدوان الإسرائيلي وجيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة والآن في الضفة، هو جيل سوف يكون الأعنف، وبالتالي قد يرتد ذلك على الغرب أيضا، والكل سوف يكوى بنار ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط وما يترتب على الوضع الحالي من تداعيات قد تعمل على اتساع رقعة الصراع. حتى الآن من يقف في وجه مخطط التقسيم ومخطط التهجير القسري الدولة المصرية. الدولة المصرية هي أول من فضحت هذا المخطط، هي أول من ألقت ولا تزال تلقي الضوء على هذا المخطط، حتى من خلال الموقف المصري الراسخ في عملية التفاوض من رفض وجود إسرائيلي، أي وجود إسرائيلي في معبر رفح من الجانب الفلسطيني أو فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا أو حتى معبر نات سريم. بالنسبة للمدى الزمني للعملية العسكرية الإسرائيلية في الضفة، ما هو؟ هل قد يمتد إلى شهور على غرار غزة؟ نعم، أتوقع ذلك بشكل كبير في ضوء المخطط الإسرائيلي. في غزة كان الحديث عن 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 حرب غير طويلة الأمد، لكن ما حدث أننا نقترب الآن من العام من العدوان الكامل. نفس الأمر أعتقد سوف يتحقق في الضفة الغربية، خاصة مع النمط والنهج التصاعدي في العمليات وما قد يترتب عليه من عمليات للمقاومة وفصائل المقاومة في الضفة، وكذلك فيما يتعلق بمحور المقاومة سواء فيما يتعلق
بحزب الله أو بإيران أو بالرد الحوثي. ولكن حتى الآن المقاومة الفلسطينية في مدن الضفة يعني لا تبدو بنفس القوة والتنظيم الحادث في القطاع. ده هيتوقف على مدى التصعيد الذي تمارسه إسرائيل على مدار الساعة، ما يتوقف على مدى الدعم ومدى الموقف الدولي الذي سوف تحصل عليه السلطة الفلسطينية في الضفة في مواجهة العدوان. للأسف لا يزال الموقف الدولي موقف مخزي، صمت مخزي وكبير، خاصة من الإدارة الأمريكية، موقف متأثر بشكل كبير بالانتخابات الأمريكية والاقتراب الانتخابات الأمريكية. يعني كل حديث مسؤولي الإدارة الأمريكية عن أنه هناك تفهم أمريكي لما تقوم به إسرائيل في الضفة الغربية من تصفية لجيوب المقاومة، لكن مع تحذيرات هزيلة جدا فيما يتعلق بالحفاظ على المدنيين وغيره، وهي تحذيرات قولا واحدا لا تستمع إليها إسرائيل على الإطلاق. بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية قالت أن الضفة الغربية يعني توشك على الانفجار. نعم. بالنسبة لهذه الأحداث، ما هي طبيعة الانفجار الذي يمكن أن نتصوره؟ هل يمكن أن يصل إلى حدة وقوة الانتفاضات الفلسطينية السابقة أم سيتخذ أشكالا أخرى؟ أنا أتصور أنه قد يكون أعنف من الانتفاضات السابقة في ضوء ما يحدث في قطاع غزة، في ضوء الممارسات العنصرية الإسرائيلية اليومية التي يتأثر بها المواطن الفلسطيني على مدار الساعة، في ضوء ما نشهده من تعبئة نفسية سلبية تجاه ما يحدث على مدار الساعة سواء في الشارع العربي أو في الشارع العالمي. هناك غضب عام كبير فيما يتعلق بالرأي العام، سواء الرأي العام العربي أو الرأي العام العالمي تجاه الممارسات الإسرائيلية. وخلينا نعترف، لو أن هناك مكاسب لما حدث في قطاع غزة أو لما حدث في 7 أكتوبر، هو أن إسرائيل للمرة الأولى بتخسر معركة الرأي العام العالمي. ما شهدناه في الجامعات الأمريكية والداخل الأمريكي وعديد من الدول الأوروبية من تظاهرات ومظاهرات ضد الممارسات الإسرائيلية وضد العدوان الإسرائيلي، ما شهدناه هنا في مصر وفي عديد العواصم العربية ضد الممارسات الإسرائيلية، يوحي بغضب عارم وغضب كبير قد يفوق ما سبقه من انتفاضات. طبيعة الغضب هل ستتخذ يعني صور مسلحة عنيفة في مواجهة قوات الاحتلال، أم أن أعداد الضحايا التي وقعت في غزة تخيف سكان الضفة من تكرار المواجهة مع قوات الاحتلال؟ بالتأكيد هناك تطور نوعي في لدى الفصائل داخل الضفة من حيث العبوات المستخدمة ومن حيث الأسلحة المستخدمة، وهذا الأمر شاهدناه في 7 أكتوبر وشاهدناه مع الفصائل في غزة في عديد من المواقف وعديد من المواجهات مع جيش الاحتلال. أيضا لا ننسى الدعوة التي أطلقها السيد خالد مشعل القيادي بحركة حماس عن الدعوة إلى عمليات استشهادية في كافة الأراضي المحتلة تستهدف المصالح الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية داخل الضفة بل وداخل إسرائيل نفسها، وهو أمر تتحسب له إسرائيل جدا، وهو أحد المبررات التي تقول إسرائيل أنها أطلقت بناء عليها العملية الوقائية في الضفة الغربية ومخيمات الضفة الغربية. نعم. على مدار الأيام الأخيرة كما تلاحظ يعني هناك حالة من الهدوء من جانب السلطة الفلسطينية، قراءة حضرتك لمواقف السلطة مما يحدث في الضفة ومن قبل مما حدث في غزة، هل تتفق مع هذا الرأي بأن مواقفها وردود فعلها هادئة صامتة متابعة لكنها ليست بمستوى الحدث؟ هي ليست هادئة أو صامتة. يعني الرئيس عباس أبو مازن قطع زيارته للمملكة العربية السعودية مع بداية العمليات في الضفة وعاد إلى الضفة، لكن خلينا نتكلم بشكل واقعي، ماذا تمتلك السلطة للتأثير؟ يعني ماذا لدى السلطة من أوراق للتأثير فيما يحدث على الأرض ميدانيا وعملياتيا؟ ماذا يعني كيف أثرت السلطة فيما يحدث في غزة؟ كانت الدعوة إلى زيارة قطاع غزة من قبل السلطة الفلسطينية، وبالتالي نتحدث عن أن السلطة مقيدة، لكن ده ياخدنا هو بادر بأنه سيقوم بالزيارة
للقطاع. للقطاع. لكن هل قام بهذه الزيارة؟ هو يعني لابد من مطالبة إسرائيل. ومتى سيقوم بها؟ لابد من مطالبة إسرائيل بوقف العدوان حتى تتمكن السلطة من زيارة القطاع ودعم القطاع. لكن ده ياخدنا للنقطة الأهم وهو الحديث عن المصالحة الفلسطينية الفلسطينية. حان الوقت لمصالحة فلسطينية فلسطينية شاملة. حان الوقت ليكون الصف الفلسطيني صفا واحدا في مواجهة عدو غاشم مع الدعم الإقليمي من الدول الإقليمية الكبرى. وعلى رأسها الدولة جولات عديدة للمصالحة والتقارب. نعم. في القاهرة وفي وآخرها تونس كان في روسيا الصين. نعم. وهكذا. نعم. لكن لابد من أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد يعبر عن كافة فلسطين سواء في غزة أو في الضفة. هل هناك إمكانية لعقد اجتماع بين الرئيس محمود عباس مثلا ورئيس الوزراء الإسرائيلي في رأيك؟ أعتقد أنه هل هذا ممكن؟ أعتقد أنه يعني ما نشهده من ألعاب إسرائيلية في مفاوضات ترعاها الولايات المتحدة الحليف الأول لإسرائيل والتهرب في اللحظات الأخيرة من إبرام اتفاق. وده ياخدنا للشق السياسي للعمليات في الضفة الغربية انه نتنياهو يحاول دائما وابدا الهروب من اتفاق من اجل ارضاء اصوات اليمين المتطرف داخل حكومته اللي هددوا بانهيار الحكومة في حال توقيع اي اتفاق للهدنة يشمل صفقة الإفراج عن الرهائن المحتجزين في قطاع غزة. وبالتالي إذا كانت الولايات المتحدة نفسها لا تستطيع الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي من أجل إقرار الاتفاق فهل يستطيع أي طرف آخر؟ وهنا يعني نأخذ في عين الاعتبار أنه آلة الحرب الإسرائيلية تحاول إرضاء بما يحدث في الضفة أيضا تحاول إرضاء الأصوات اليمينية المتعطشة جدا للدماء وتحاول أن تروي ظمأ الأطراف المتطرفة في الحكومة الإسرائيلية المتعطشة للدماء دائما وأبدا والتي دائما ما تتهم القيادة العسكرية بالفشل في حماية أمن إسرائيل سواء فيما يتعلق بهجمات السابع من أكتوبر أو في فشلها عمليتيا وميدانيا في قطاع غزة رغم كل الدمار ورغم كل العدوان الواقع. وهنا السؤال دكتور وليد، هل ترى نوعا من الاختلاف ولو الجزئي في التعاطي الإسرائيلي والدولي مع مسألة الضفة الغربية عما حدث في غزة؟ يعني هو اقل حده مما بدا به الحرب في 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 غزه لكن اتصور انه نفس المسار نفس المخطط منذ الايام الاولى لحكومه اسرائيل 37 بقياده نتنياهو والحكومه السادسه لنتنياهو كان الاتفاق مع وزير الماليه سموتريش هو القائم وهو المسؤول الاول عن الضفه الغربيه وبالتالي بما يستتبع ذلك من ضغط دولي وضغط مالي على الضفه وعلى السلطه في الضفه. هذه المشاهد نتابعها مشاهدينا عما يحدث في أراضي الضفة الغربية الآن وهي تشير إلى هذه الإجراءات العسكرية الإسرائيلية على الأرض من جنود ومدرعات وعربات مصفحة وعسكرية وغيرها حيث تقوم القوات الاحتلال بعدد من الإجراءات العسكرية كما تحاصر أيضا مستشفى جنين وتفتش سيارات الإسعاف والمواطنين والمصابين والمرضى بالتحديد. ينضم إلينا من مدينة جنين الدكتور فادي جمعة أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية الأمريكية لمزيد من المتابعة والمناقشة. أهلا وسهلا بك معنا دكتور. بالحديث عن هذه العملية العسكرية الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية، ما هي طبيعة هذه العملية وأهدافها؟ منذ قليل ضيفنا في الاستوديو قال إن العملية قد تمتد لعدة أشهر على غرار غزة، هل هذا صحيح؟ تحياتي أستاذ أحمد لك ولضيفك ولجميع المشاهدين. أولا يعني هذا العدوان هو ليس بجديد على جنين وليس بجديد على الضفة، ولم يبدأ من يومين أو من ثلاث أيام ومن أربع أيام، ولم يبدأ أصلا من منذ السابع من أكتوبر، لأنه كلنا بنعرف أنه الاحتلال الإسرائيلي يوجه هجماته المستمرة وشبه اليومية على الضفة الغربية من قبل 7 أكتوبر. ولكن لا شك أن هذا العدوان الأخير اللي انطلق من أربع أيام
على محافظات الضفة الغربية، هو أعنف هجوم أو أعنف احتلال أو أعنف دخول للاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 20 عام، منذ الانتفاضة الأقصى في لما كانت في حملة السور الواقية على جنين وعلى مدن وقرى الضفة الغربية ومخيمات الضفة الغربية. هذه الهجمة جاءت بطريقة عنيفة جدا، واستخدم فيها الاحتلال الإسرائيلي كل الترسانة العسكرية المتوفرة لديه من طائرات حربية، من إنزالات جوية، من طائرات مسيرة، من سيارات تحمل الجنود، عشرات آلاف الجنود الذين دخلوا إلى أو يقدر بعشر آلاف جندي الذين دخلوا إلى الضفة الغربية في هذه الحملة التي استهدفت بالأساس محافظات شمال الضفة الغربية تحديدا مخيمات اللاجئين الموجودة في المخيمات الموجودة في الضفة الغربية. لماذا المخيمات اللاجئين؟ لأنها تعتبر حاضنة من حاضنات المقاومة الفلسطينية، ولأنها مخيمات فيها كثافة سكانية وفيها صعوبة لدخول جيش الاحتلال، فأصبحت قاعدة من قواعد تصنيع السلاح ومن تدريب المقاومين ومن أصبحت حاضنة للمقاومة. فالاحتلال كرس كل جهده لاستهداف مناطق الشمال الضفة الغربية تحديدا محافظات جنين وطول كرم وطوباس والأغوار الشمالية في هذه الهجمة. ولكن يتضح جدا أنه لا يسعى الاحتلال فقط إلى مواجهة المقاومين من هذا العدوان أو الوصول إلى المجموعات المقاومة. ما نشهده من سلوك الاحتلال يبين أن الاحتلال يسعى إلى تدمير البنية التحتية، وهذا مشروع أساسي، يعني يدخل إلى المدن والقرى والمخيمات بهدف تدمير البنية التحتية، بهدف ترويع المواطنين، بهدف استهداف المواطنين الآمنين في منازلهم، وذلك بهدف خلق بيئة نافرة للمواطنين للسكن للبقاء ساكنين في أماكن تواجدهم. بالضبط. والهدف الأساسي هو الدفع نحو النزوح والدفع نحو التهجير المواطنين من أماكن سكنهم. هذا الشيء يأتي لأن إسرائيل لم تعد تتصرف بسلوكياتها، لم تعد تتصرف كدولة، إنما تتصرف الآن كحركة صهيونية تنفذ مشروع ديني على رأسه بن غفير وسموتريتش وبنيامين نتنياهو، يحاول تطبيق مشروع ديني متمثل بطرد الفلسطينيين من أماكنهم وخلق بيئة نافرة لهم في فلسطين، ومحاولة تغيير التوزيع الديموغرافي لصالح الإسرائيليين وللحركة الصهيونية أكثر. نعم، طيب سنحاول الملاحقة والوصول لحضرتك مرة أخرى، لأنه يبدو أن هناك يعني شبه انقطاع في الإنترنت، ونعلم بالطبع طبيعة صعوبة الاتصالات في الأراضي الفلسطينية بسبب الحرب. هنا سؤال دكتور وليد، هل ترى بالفعل يعني نوعا من الاختلاف في السلوك والتصرف الإسرائيلي بين أسلوب الدولة وأسلوب الحكومة التي يعني وصل عمرها إلى أكثر من 70 سنة حتى الآن أو 80 سنة تقريبا، يعني مثلا منذ وعد بلفور وهكذا، تعلم طبعا الأمور التاريخية، وبين سلوك الميليشيات، هي تقول إن حركات المقاومة هي حركات إرهاب وأنهم يهددون أمن إسرائيل، والآن هي نفسها تقوم بهذا السلوك ويقوم المستوطنون بالهجوم على أراضي الفلسطينيين بإحراق الأراضي، تدمير السيارات، العدوان على المنازل، نهبها، سرقتها، بل وتخريب شبكات المياه والكهرباء وكل هذه السلوكيات. هل هذه السلوكيات حكومة؟ هي إسرائيل أصلا في الأساس، لو يعني عدنا لذكر حضرتك للتاريخ، يعني إسرائيل بدأت كميليشيات غاصبة للأرض في 48. وعفوا أنا سؤالي، هل هذه سلوكيات دولة؟ لأنها تصر دائما على أنها دولة وأن الفلسطينيين إرهابيون. هو مرة أخرى، إسرائيل بدأت كميليشيات غاصبة للأراضي العربية بناء على وعد بلفور.
لكن في النهاية لا يمكن فصل بأي حال من الأحوال المحددات السياسية للمسلك السياسي والمسلك العسكري الإسرائيلي عن المحددات الدينية المتطرفة في الفكر والعقيدة الإسرائيلية. هناك حتى المصطلح الخادع أو السردية الخادعة فيما يتعلق بدولة يهودية من البحر إلى النهر هو مصطلح وسردية تحقق أهداف وغايات سياسية بالأساس مغلفة بغلاف ديني المستتبع للخطاب الإسرائيلي منذ هجمات 7 أكتوبر، بل منذ الحكومة الإسرائيلية الحالية هيجد وتحليل النص والمضمون له يجد أنها تستخدم خطاب ديني لتغطية الأهداف السياسية والمسلك السياسي والمسلك العسكري غير العقلاني وغير المبرر بالمرة في العدوان. الحديث عن دولة يهودية قائمة على العرق اليهودي دون سواء، الحديث عن دولة يهودية لليهود فقط لا ترى أي أعراق أو قوميات أخرى بجانبها، بما يعني عدم وجود دولة فلسطينية مستقلة أو إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وبالتالي كل الممارسات الخاصة بطمس الهوية العربية وتهويد المناطق العربية، يعني زي ما سمعنا عن أنه بن غفير بيتحدث عن إقامة كنيس يهودي في القدس وما قد ينتج من ذلك عن تداعيات. وبالتالي أنا أتصور أنها ليست دولة، هي في النهاية قومية متطرفة قائمة تستخدم الأيديولوجية وتستخدم العقائدية الدينية المتطرفة لتحقيق أهداف وغايات سياسية بالأساس، خاصة فيما يتعلق بالتوسع والتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة وغزة. نذكر بأن هذه الصور المشاهدين نتابعها الآن على الهواء مباشرة من مدينة غزة، ويبدو أن هناك يعني حالة من الهدوء، وإن كانت طبعا قوات الاحتلال ما زالت تواصل عدوانها على الشعب الفلسطيني في القطاع. دكتور وليد، في حالة حدوث الانفجار كما تقول بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، انفجار في الضفة الغربية، وكما أوضحت حضرتك بأنه ستكون هناك قد تكون هناك مواجهات أعنف، هل سنرى هجمات أو غارات فلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية القريبة والمناطق الشمالية تحديدا من إسرائيل على غرار ما فعلته فصائل المقاومة في غزة ضد مستوطنات الغلاف؟ بالطبع هو ده الهاجس الأكبر لفلسطين، هو أن يحدث هجوم على المستوطنات شمالي الضفة، لكن مع الأسف يعني سياسة القوة إن لم تنفع فمزيد من القوة التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية الحالية هي سياسة أثبتت فشلها في كل مكان في العالم وتحديدا في فلسطين على مدار 75 عاما، هي عمر الصراع العربي الإسرائيلي. وبالتالي أول من سوف ينكوي بنار هذه الممارسات ونار هذه الحرب هي إسرائيل نفسها، وكل السيناريوهات مفتوحة للرد والمقاومة الفلسطينية. اسمح لي نعود مرة أخرى إلى ضيفنا من الأراضي الفلسطينية الدكتور فادي جمعة، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية الأمريكية. أهلا وسهلا بحضرتك مرة أخرى، يعني عود حميد. لو تطمئن أولا على الأوضاع الميدانية لديكم، نريد أن نتعرف على آخر التطورات الموقف، وخاصة بالنسبة للوضع الإنساني والمعيشي لو سمحت لي. احنا كنا نتحدث عن فكرة كيف يتم استهداف البنية التحتية الموجودة وأهداف إسرائيل من الكهرباء. نعم، وتم فصل الكهرباء، دليل على ذلك ويتم فصل الكهرباء، فانقطع الاتصال نتيجة إلى ذلك. كل هذا يسعى الاحتلال لإيجاده من محاولات تضييق على الشعب الفلسطيني ونفيهم من أرضهم وتخفيض الكثافة السكانية لصالح المستوطنين، مع العلم أن المستوطنين الآن في أراضي الضفة الغربية أصبحوا يقتربوا إلى 1 مليون مستوطن يتم استقطابهم من العالم.
وتسكينهم في مستوطنات في الضفة الغربية. الآن عدد المستوطنين 800,000، والخطة التي وضعها سموتريتش وبن غفير هي خطة مستمرة. بالنسبة للأوضاع الإنسانية أو الأوضاع المعيشية، أود يعني أنا أقول لك أن ما يحدث الآن في الضفة الغربية هو بالضبط استكمالا لما يحدث في غزة من 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 عدوان ومن دمار ومن قتل ومن تهجير ومن استهداف للمنازل والمساجد ومحاصرة المستشفيات ومحاصرة الطواقم الطبية. نعم. ومنع المسيرة التعليمية ومنع المدارس، هذا مستمر في الضفة الغربية، كما هو مستمر في القدس مثلا من محاولة تهويد القدس والسيطرة عليها، وكما هو مستمر في الأغوار، مناطق الأغوار الشمالية والجنوبية والوسطى، وهي مناطق شاسعة في الضفة الغربية تصل إلى حوالي 720,000 دونم. الآن الاحتلال يسعى، لا يسعى، الآن الاحتلال يقوم بالسيطرة عليها وإخراج المواطنين الساكنين من أراضيهم وإقامة مستوطنات إضافية وجديدة فيها وعمل فيها قواعد عسكرية يتم استخدامها للانطلاق للهجمات بشكل سريع ومختصر. لو تعطينا فكرة عن طبيعة الموقف بالنسبة لمستشفى جنين، لماذا تصر قوات الاحتلال على حصار هذا المستشفى وتفتيش سيارات الإسعاف وهكذا؟ لأن الاحتلال يسعى إلى استهداف المواطنين كافة، في يعني الموضوع لا يمت علاقة لا بالمقاومة ولا بالمقاومين ولا باستهداف المقاومين أو محاصرة المقاومين في المستشفى. الموضوع متمثل بمحاصرة المواطنين العاديين، منع المواطنين من الوصول إلى المستشفيات، تعطيل الحياة الجامعية، تعطيل الحياة المدارس، استهداف البنية التحتية، تخريب الشوارع. وما الهدف من عندما تدخل قوة الاحتلال إلى مخيم أو إلى قرية أو إلى مدينة؟ أول شيء تعمله هو تحفير الشوارع وقطع الكهرباء وقطع الإنترنت وقطع وضرب شبكات المياه. كل يعني هذا دفع للمواطنين للنزوح كما تفضلت بالإضافة، بمحاولة إلى تنفيذ المشروع الصهيوني. نعم. شكرا. المشروع الديني المتمثل بطرد الفلسطينيين وإقامة دولة لليهود. شكرا جزيلا لك دكتور فادي جمعة، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العربية الأمريكية من الأراضي الفلسطينية، ويعني نستميحك عذرا على أن تكون معنا في لقاءات أخرى قادمة لعل الاتصالات لديكم لا تنقطع والكهرباء أيضا. دكتور وليد لو سمحت لي، يعني الوقت يدهمنا، هناك أنباء اليوم تقولها إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المقاومين في الضفة يحملون أسلحة على الكتف، ما يشير تقريبا إلى مدافع RPG أو صواريخ محمولة على الكتف أو ما شابه. هل يعني هذا أن هناك بالفعل مؤشرات على حدوث مواجهات أعنف، أم أن هذا من قبيل التهويل الإسرائيلي كما تعلم وهو تكرر كثيرا لدفع الحلفاء إلى مزيد من الدعم العسكري لإسرائيل؟ هو جزء منه طبعا تهويل ودعاية إسرائيلية لآلة الحرب الإسرائيلية من أجل استكمال المخطط الرئيسي، تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها وتصفية القضية من مضمونها. عشان كده قضية المساعدات على سبيل المثال كانت قضية جوهرية جدا وشائكة ما بين إسرائيل ومصر، والإدعاءات الإسرائيلية الكاذبة بأن مصر هي من تعرقل المساعدات على عكس الأمر الواقع تماما وعلى عكس الدعم الذي قدمته الدولة المصرية، لأنه قضية المساعدات واستمرار نفاذ المساعدات للفلسطينيين يدعم الصمود الفلسطيني في مواجهة مخطط التهجير، ومن ناحية أخرى عدم دخول المساعدات وإثبات أن إسرائيل هي المسؤولة عن عدم دخول المساعدات وعرقلة دخول المساعدات أحد الدلائل الراسخة على قيام إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، وبالتالي ومن ثم محاكمتها جنائيا ودوليا. في النهاية يجب الاستماع إلى صوت الحكمة وصوت العقل المصري، لأن اتساع رقعة الصراع واتساع رقعة الحرب الدائرة ليس من مصلحة أحد على الإطلاق. شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه الإيضاحات دكتور وليد عتلم الكاتب والباحث في الشؤون السياسية. شكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدينا نشكركم لمتابعة هذه التغطية، لكننا مستمرون على مدار ساعات اليوم في متابعة المزيد من التطورات والأخبار. إلى اللقاء.